مدري سدح حفتنت قرآن كريم كي دار الفلاح هي مقالدة عير جابوا أي مناسبات بلارن وقبتي أردي حفتنت قرآن كريم كا كدا ما يسي مدري سداسي وحنا مناسبات دي لو قبتي أردي داسي أو كدا عدي هول كالهدى مقالدة عير جابوا كسوق يب جلي مسؤولين معلمين علماء الدين والدين هي مرتشرف كلا وترى بدن وقرينا وح هالكاسي كالله معمولها مدرسة دار الفلاح شيخ حسن يوسف إبراهيم أوفافاين كبحيي تيرادا أرضيدا مدرسة داسي كاف لحدي مانتا نو خميسة باوحا نفر إن دفعة دي هوري مدرسة دار الفلاح لتحفيظ القرآن الكريم مع التجويد والتصحيح والإتقان والقراءات وتربية الإسلامية إن إن شاء الله تعالى كسو خطينا وإن أفر إن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى مدرسة دهاتاني يربيامية وحساب بلاوانتي لوادي يكون يلحية طبانكي بشي سيغالات ستدي اللواتن كهدي مال الأربعة بحساب بلاوانتي أين وقتي قالك صاب بلاوان إلا حدا مدرسة اللبسانو يلح براد بيسعطا أين دفع ديقوه الرئيسي بانا إن شاء الله تعالى ما أنت أنو فردنا حفلة دو دي يختام كوغي تاسو إن أحاين حدا إن قرآن كدميين لكن هذا أي صورة شيء إن لقبته حفل الدودي وحكروا وجرت كتب قرب صعوتها حفظ القرآن كا تجويد كتب طول حفظيه سيد تحفة الأطفال قوكله جزيرة قوكله سيد كتب كتب قراءات كا سيد شاطبية ذي يحلم إذا قار كم إذا أرديد حفتين تقرآن كا كده ما يستيم مدرسة الدار الفلاح أي هل كاس يكون صوبان دي جاي حفتين تي يعلم تي كلا دواني ذي كبرتين مدرسة داسي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين ما نسب إلى قارئ فهو قراءة كنافع وابن كثير وأبي عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وما ليس مبدوءا به أجذم العلا بعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العذا متحبلا قار كم إذا علماء دي مسؤولين تي كسو قيب قلي وي كم إذا هايين شيخ عبد الرشيد محمد ورسمي مامولاها محد كابن كسير شيخ حسن أحمد عبد الله يسيدو كلي قدومية كحيجين كتشام عدد باريق أفريكا سعيد عبد حسين متان يا علماء كلي وطرابدان أي أيقنا هالكاسي أرضي دا كلمة دردارنا وغاكي دي وحوي حفلت يو سويماتن يو فرح لغو فرحو تيو قيمي قبضني دي ويبين أوران كرنا بعدامين يسوغن نميد كتاب الله سبحانه وتعالى أرضي كتاب كي الله حفتي دي ما أنت إنو هالكن فرحد دو دك لقى يبقل إنو وحاكو سوى ختمة يا أرضي دا أنو فرحد دي دو فردينو أرضي وإذن كو فرح سنهاي وحانو إذن كربنا بري شيل كينا بدل لهاينا نقطان مكف إلهي سبحانه وتعالى حفلة دا إنو سكون نمي إنو قرآن كي سكويني إنو كودي ريقليني إنو أرضي دا مدد لبدا صنعي دارات كا حفظين تا قرآن كو سبريسي إيوغو مركي وربا قرآن كي يقاني ومعلمين أي كسو طبعين هدانا أقول آذي إنو سكولة دي عدقاني إنو تيكا تنازلان قرآن كأي إتقانيان ووقت جودة لنا القرآن كجليان أب نجوهم بليننا أب نجود عيننا هذا ما يصير أنتي وهم بكرنا لنا نهم بليننا ودعينا إلهي سبحانه وتعالى خير ودنو يدينا أرددا قرآن كذا ما يسي يا مدرسة دار الفلاح إلهي سبحانه وتعالى نكرد قوي وكو انفع علمي قاي برتين كو يمد كو سي انفع ان الله كدغ بي الله سبحانه وتعالى او ويديننا رنتي انو كو هادلي كلمه والدك ما رنتي ااد ما هنقينا او دعينينا او رنتي انان يعني درينكا انو قبنو انان عبير كرينين معلم كرنتي اردادا كو تبعي رنتي جهدي بدن جليي مرهودا هدا هل كان آت كأر كيسان إننا أيكو آمسان تهي انتي آدار كيسين رنتي آدار كيسين وما شاء الله يتبارك الله رنتي آي آهيد حالة دودو يعني قيمين تود آي آهيد
aad baan runtii macalinkaas macalin xasan yuusuf ibraahim ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. Gabagabadiina waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii xifdinta qur-aanka kariimka ee madarisatu daarulfalaax kaalmaha hore ka gashay hadyado, kitaabka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale shahaadooyin, iyagoona ardaydu maamulaha madarisatu daarulfalaax halkaasi ku guddoonsiiyey hadyad ay ugu talagaleen macalinkooda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.